لا صوت يعلو فوق صوت الدم بوادي حضرموت ودوامة العنف والاغتيالات لا تنفك أن تتوقف. احنا بالنسبة للأمن في القطن كان في الفترة السابقة في حالة انفلات تام في الأمن، والسبب غيام أجهزة الأمن والكوادر الأمنية من بحث وتحريات ومعدات تسليح للأمن العام، منشآت كلها مهدمة. لكن المرحلة القادمة إن شاء الله حسب الخطة الأمنية القادمة لـ 2019 بتكون القطن بالنسبة مختلفة تماما عما رأته في أو ما حصل لها من سابق. الاغتيالات التي باتت تشكل جزءا من تفاصيل المشهد في مناطق وادي حضرموت جاءت لتزيد من حجم الضغوطات الشعبية التي تواجهها السلطات المحلية بالوادي والمركزية بالمحافظة والمتذمرة من تفشي مظاهر الانفلات الأمني بالوادي. تشير إحصائية أمنية أن العام 2018 شهد حدوث 25 عملية اغتيال تختلف في ضحاياها وأماكن ارتكابها، لكنها تتشابه جميعها في تسجيلها ضد مجهولين والذين دائما ما يتمكنون من الفرار. في ظل عجز الأجهزة الأمنية والعسكرية في مناطق الوادي عن ضبط أي من مرتكبيها. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.